واصلت وحدة من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعة الدفاع الشعبية عملياتها العسكرية بريف القنيطرة الشمالي على أوكار التنظيمات الإرهابية التي تتلقى الدعم المباشر من العدو الصهيوني، خاصة في قرية طرنجة وشرقها وحتى مزرعة بيجن المتاخمة في القنيطرة الشمالية. هذا وقد استهدف الإرهابيون نصر منازل المواطنين في قرى وبلدات بر وخان أرنبة وحرفة بالقذائف الصاروخية، ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة. طرنجة وشرقها تعود معارك الرعب بعد الصد. وحدات الجيش والدفاع الوطني لجمت عملية وبشر الصابرين في حدود طرنجة لتبدأ عمليات إزاحة الإرهابيين إلى نقاط حصرهم السابقة. إرهابيو الجيش الحر وجبهة ثوار سوريا ولفرسان الجولان المدعوم من العدو الصهيوني اصطدموا بحائط ناري أرساه الجيش ليلا ممكنا طابه على تلال الأحمر والقبع وصب ناره على طرنجة مع تمكين التثبيت العسكري على حواجز مزارع الأمل. الإرهابيون تكبدوا أكثر من 30 قتيلا إضافة إلى تدمير الصواريخ المضادة للدروع 3 آليات مدرعة و6 مدافع وعددا من الآليات المزودة برشاشات ثقيلة، فيما استهدف صاروخ موجه مجموعة إرهابية في أحد منازل طرنجة شمالي القنيطرة ما أدى لمقتل وجرح كامل أفرادها. سلاح الجو وجه ضربات لمحاور تحرك الإرهابيين في الأحراش والقطاعات المحيطة بمزارع الأمل، ما أكد بالنتيجة مقتل إرهابيين على رأسهم ما يسمى بمتزعم كتيبة الجهاد المقدس. ضربات جوية تركزت على وقع خلافات لم تتأخر عودتها بين إرهابي جبهة ثوار سوريا ولواء فرسان الجولان المنتشر في جباث الخشب على خلفية زعامة وبشر الصابرين، وبالمحصلة صف لواء الفرسان عددا من إرهابي الجبهة بعد القبض عليهم. الريف الشمالي للقنيطرة عاد مجددا مسارا للمعارك، لكن الهدف يقفز إلى الريف الغربي لدمشق بهدف الوصول إلى الغوطة الغربية حيث بلدة بيجن، وهو أمل الصهاينة باستكمال الحزام الآمن لها وإبعاد الجيش السوري. لكنها خطط تبدو مستحيلة أمام تمركز ناري كبير للجيش من كتائب المدفعية وسلاح المدرعات، فضلا عن حشد مشاة يساندهم عناصر من الدفاع الوطني يجيدون القتال المعقد في جغرافيا القنيطرة. وبمحصلة المشهد لا يرى محللون عسكريون أي تغيير استراتيجي يمكن للتنظيمات الإرهابية فرضه على أرض القنيطرة قبل أن تصعد أهدافها إلى ريف دمشق الغربي، مذكرين بوجود تلال خلفية للجيش تعطيه مداه ناري اللازم لضرب تحركات الإرهابيين في بلدة جباتة المعقل الرئيسي لهم. تلال كالشعار وكروم جبا أيضا تشرف على نقاط الجيش وترصد أي تحركات في محيطها، ما يزيد من قدرة التحصين للوحدات العسكرية.